ولمزيد من النقاش حول الأزمة المعيشية في العراق والتي يعاني منها المواطن العادي وأسبابها، ينضم إلينا الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب من بغداد. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي العزيز، وحي القناة وحي المشاهدين الكرام. الله يحييك دكتور. بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن عام 2020 المنصرم كان الأكثر مأساوية على العراقيين. ما الأسباب التي جعلته مأساويا إلى هذا الحد، ولا سيما على المستوى المعيشي؟ أخي العزيز، معروف بشكل عام عام 2020 كان هو الأسوأ على العالم بشكل عام بسبب جائحة كورونا، ولكن العراق يضاف له شيء آخر، هي جائحة الاحتلال والقوى السياسية التي أوصلت العراق إلى ما وصلت إليه في عام 2020. 2020 كان نهاية مطاف جملة خسائر وجملة استراتيجيات متلكئة وسلوكيات لا منضبطة واستهتار في الجانب الأمني والجانب المالي والجانب الإداري. أوصل العراق أن يكون بلد شبه مفلس، ثم أنه يعاني الأمرين من الفقر ومن المرض. وبالتالي عام 2020 كان هو نهاية مطاف حكومات متتالية متعاقبة فاسدة أوصلت العراق عمدا إلى ما وصلت إليه من مأساة مالية وحياتية عامة. نعم. لذلك طبعا كان هذا العام عام أيضا عام انتفاضة شعبية كبيرة كان فعالة، رغم جائحة كورونا ورغم كل ما حاول القوى الرسمية أن توئد المتظاهرة، ولكن كان الشارع والشعب أقوى. نعم. من المحاولات. على ذكر الشارع والشعب دكتور قحطان، ثورة تشرين التي ما تزال مستمرة منذ نهايات 2019 حتى اليوم، شهدت حالة من القمع المفرط على يد القوات الأمنية والميليشيات. السؤال، إلى أي مدى ترى أن دولة منهارة أمنيا واقتصاديا بهذا الشكل يمكن أن تستقبل استثمارات وتكون بيئة آمنة وحاضنة لتلك الاستثمارات؟ الذي يدار والذي يشاع على أن هناك استثمارات قادمة وهناك إدارة لأمور اقتصادية مستقبل، هذا ضحك على الذقون، لأن العالم أجمع والشركات بشكل عام تعي حقيقة الوضع الأمني العراقي، وهو المعروف جدا أن رأس المال في طبيعته جبان لا يلجأ إلى المناطق المضطربة، فما بالك في العراق الذي أكد أن يكون هو أسوأ بلد للحياة في العالم. إذن هذه مجرد عملية ضحك على الذقون وكسب البسطاء من الناس، كما هو ذهبت إليه الحكومة عندما ادعت على أن كاظمي هو جاء من رحم هذه المتظاهرات، والحقيقة هو لا، هو جاء على أكتاف المتظاهرات بشكل عام، ولكن جاء من رحم العملية السياسية الفاسدة. إذن هي عملية دعاية أكثر ما هي واقع، والواقع سيأتي بالأسوأ عندما تصطدم هذه المجاميع بحقيقة أن العالم لا يثق نهائيا بالمرة. نعم. لا بالحكومة القائمة ولا بالوضع الأمني الذي يساعد على أي استثمار خارجي في العراق. نعم. ستنتهي كل هذه المحاولات. تمام دكتور، قد يكون موضوع النفط وانهيار أسعاره بشكل عام أثر بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي في العراق، ورأينا ماذا عن تداعياته بخصوص رواتب الموظفين وغيرها، لكن هل ترى أن الحكومة استطاعت أن تقدم حلولا بديلة تخرج البلاد من أزمتها؟ لا، بالتأكيد لم تقدم شيء الحكومة جادة لأن تخرج نفسها مما هي تعاني من ضائقة مالية. النفط إذا تدنت أسعاره أو ارتفعت، ليس هناك إرادة في داخل العراق أن توظف حالة ارتفاع أو حالة انخفاض. ولعلنا نتذكر جيدا كيف كان النفط في السنين الماضية يباع ب 140 دولار للبرميل، وكانت هناك ما يسمى بميزانيات انفجارية، ولكن القائمون على الشأن العراقي ليسوا بالمؤهلية الكاملة تجعلهم يدركون ماذا عليهم، فما بالك في حالة انهيار عملة عراقية بسبب إجراءات خاطئة وتقليل الموارد الآتية من النفط وبقاء الفساد وتسيده في المنطقة، بل أن هناك حالة أخرى أكبر كما سمعنا عندما يذهب فصيل إلى أن يدعي علنا أنه سيقطع إذان رئيس الوزراء وليس هناك أي إحراق. إذن نحن أمام حالة مركبة من الفشل ومن القصور، لذلك لا نتوقع أن هناك تحسن للمستوى المعاشي للفرد، لأن الحكومة غير
صادقة النوايا وليس وتملك قانون أو تملك إرادة أو استراتيجية لهذا الشيء، لذلك لا أمل في أن يتحسن لكن وضع المعاش الحكومة لجأت إلى خيار آخر وهو ما أثار استغراب المراقبين، لعلك تجد تفسيرا له دكتور، وهو أنه قبل انقضاء العام الماضي زادت الحكومة من أعباء المواطن من خلال خفض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي. لماذا اتخذت هذه الخطوة؟ وهل تعتقد أنها تشكل جزءا من الحل؟ هذه خطوة لا تفسر إلا أنها أما جهل كامل مطبق في شؤون الاقتصاد أو أنها جريمة حقيقية مع سبق إصرار في أن يساء إلى الاقتصاد العراقي والعملة العراقية. العملة العراقية قبل سنوات كان هناك يشاع على أن ترفع أصفار ثلاث منها، وبالتالي تقوى عملية قيمة الدينار وليس يتراجع. تراجع العملة العراقية مع تراجع واردات النفط مع استفحال الفساد مع تقليل رواتب الموظفين أو انعدامها، هذا يعني أن الإدارة العراقية المالية أو سواها لا تعي ولا تفهم كيف تدار الأمور المالية. وبالتالي هنا أؤكد إلى أن الذي قام به وزارة المالية أو الحكومة برمتها هو أقرب إلى الجريمة، لم يكن جريمة فهو جهل مطبق في عملية إدارة المال. وبالتالي بالحالتين لا يمكن أن يعول على هذه الحكومة ولا يمكن حتى أن يسمح لها أن تبقى. هذه الأمور لحد ذاتها كفيلة بإنهاء حكومات مستقرة، فما بالنا بحكومة متلكئة متهرئة لا تعي ما تعمل ولا تعي كيف تخرج من أزمتها. نعم، أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب من بغداد دكتور قحطاني الخفاجي، أشكرك جزيلا. نعم.